أهلا بكم. في التسجيل السابق قمنا بمعرفة الحجم بين السطح الذي كان XY تربيع ومستوى XY عندما X انتقلت من 0 إلى 2 و Y انتقلت من 0 إلى 1. والطريقة التي قمنا بها هي التكامل بالنسبة لـ X. أولا قلنا أن اختيار Y لنقم بمعرفة المساحة تحت المنحنى، ثم قمنا بالتكامل بالنسبة لـ X أولاً، ثم قمنا بالتكامل بالنسبة لـ Y، لكن يمكننا القيام بهذا بطريقة أخرى. إذاً لنقم بها ونتأكد من حصولنا على الجواب الصحيح. إذاً سوف أمحو هذا. إذاً تذكروا أن الجواب كان 2 تقسيم 3 عندما قمنا بالتكامل بالنسبة لـ X أولاً ثم بالنسبة لـ Y، لكن سوف أوضح لكم أنه يمكننا القيام بالتكامل بطريقة أخرى. هذا جيد عندما يمكننا الحصول على نفس الجواب بطريقتين مختلفتين. لذا دعوني أعيد رسم المنحنى لأنني أريد أن أوضح لكم هذا مرة أخرى. إذن هذا هو محور X وهذا محور Y وهذا محور Z. X Y Z ثم هذا مستوى X Y هنا. حسناً، y انتقلت من 0 إلى 1، x انتقلت من 0 إلى 2، هذه x تساوي 1، هذه تساوي 2، هذه y تساوي 1. ثم سوف أبذل جهدي لرسم المنحنى بشكل جيد. هذا يبدو لنحصل على بعض الانعكاس هنا. إذن المنحنى يبدو شيء كهذا. لنرى إذا كان بإمكاني رسمه في هذا الطرف. إنه يبدو شيء كهذا، ثم ينزل للأسفل بشكل مستقيم، ثم إن الحجم المهتمين به في الواقع إنه هذا الحجم تحت المنحنى، هذا الجزء العلوي من السطح في هذا الطرف. نحن مهتمين بهذا الحجم تحت السطح. ثم نرسم الجزء السفلي من السطح. سوف أقوم بهذا بلون أغمق. يبدو شيء كهذا. هذا الجزء السفلي من السطح يمكنني تظليله قليلا ليصبح واضحا لكم. إنه الجزء السفلي من السطح. آمل أن يكون هذا تمثيل جيد. لننظر إلى ما كان لدينا من قبل. إنه يشبه الورقة التي قلبتها عند هذه النقطة. نحن مهتمين بهذا الحجم للمساحة المظللة هنا. إذن هيا بنا لمعرفة كيفية القيام بهذا. في المرة السابقة قمنا بالتكامل بالنسبة لـ X أولاً. دعونا نقوم بالتكامل بالنسبة لـ Y أولاً. إذن لنجعل X ثابت. إذن إذا جعلنا X ثابت، ما الذي نستطيع فعله لقيمة معطاة من X؟ لنختار X لنقل ما هو. إذن إذا اخترنا X لنختار X هنا. ثم ما يمكننا فعله لقيمة معطاة من X، يمكن رؤية هذا الاقتران لـ X و Y. إذا كانت X ثابت لنقل إذا كانت X تساوي 1 فإن Z تساوي Y تربيع. من السهل معرفة المساحة تحت المنحنى، لكنه يمكننا رؤيته. إن X ليست ثابتة لكن يمكننا معاملتها على أنها ثابتة. إذن على سبيل المثال لأي قيمة معطاة من X سيكون لدينا منحنى كهذا، أليس كذلك؟
ما يمكننا فعله هو محاولة معرفة المساحة لهذا المنحنى أولاً. إذن كيف سنقوم بهذا؟ حسناً، قلنا فقط يمكننا رؤية هذا الاقتران هنا على شكل زد تساوي اكس واي تربيع، لأنه هذا هو بالضبط، لكننا اعتبرنا أن اكس ثابت، نحن نعاملها كثابت. لمعرفة تلك المساحة يمكننا أخذ دي واي، التغير في واي نضربه في الارتفاع الذي هو اكس واي تربيع. اكس واي تربيع، أليس كذلك؟ إذن نأخذ اكس واي تربيع ونضربها بدي واي، ثم إذا أردنا هذه المساحة الداخلية نأخذ التكامل من y تساوي 0 إلى y تساوي 1. إذن من 0 إلى 1 هذا مقبول. الآن عندما يصبح لدينا تلك المساحة، إذا أردنا الحجم تحت هذا السطح الداخلي، ما يمكننا فعله هو أنه بإمكاننا ضرب هذه المساحة بدي إكس ونحصل على العمق. سوف أختار لون جميل، هذا اللون الأخضر، إذن هذه دي إكس. إذن إذا ضربنا هذا بدي إكس سوف نحصل على العمق. سوف أقوم بهذا بلون أغمق. حسناً، أعتقد أن هذا مناسب. الآن لدينا الحجم لهذا، هو نوع من المساحة تحت المنحنى ضرب دي اكس. لدينا عمق ما هنا، إذن إنه ضرب دي اكس. وإذا أردنا معرفة الحجم الداخلي تحت هذا السطح بين السطح ومستوى اكس واي، بوجود هذا في المجال نحن فقط نأخذ التكامل من x تساوي 0 إلى 2. إذن من x تساوي 0 إلى 2. حسناً، إذن دعونا نفكر بهذا. هذه المساحة باللون الأخضر هنا التي بدأنا بها يجب أن تكون اقتران لـ x. لقد اعتبرنا x ثابت، لكن بالاعتماد على أي x نختار هذه المساحة سوف تتغير. إذن عندما نقيم هذا التكامل الداخلي باللون الأرجواني هنا بالنسبة لـ y يجب أن نحصل على اقتران لـ x. ثم عند تقييم كل هذا الشيء سوف نحصل على الحجم. إذن لنقيم هذا، لنقوم بتقييم هذا التكامل الداخلي على اعتبار أن x ثابت. ما هي المشتقة العكسية لـ y تربيع؟ إنها y تكعيب تقسيم 3. إذن y تكعيب، y تكعيب مقسومة على 3، هذه x ثابت، أليس كذلك؟ سوف نقيم هذا عند 1 وعند 0. التكامل الخارجي ما زال بالنسبة لـ dx. هذا يساوي، لنرى، عند تقييم y تساوي 1 نحصل على 1 للقوة 3 والتي تساوي 1، إذن إنها x تقسيم 3 ناقص. عندما y تساوي 0 فإن كل هذا الشيء يصبح 0. هذا التعبير باللون البنفسجي هو x تقسيم 3، x تقسيم 3. ثم ما زال لدينا التكامل الخارجي من 0 إلى 2 dx. إذن بإعطاء x التي لدينا المساحة لهذا السطح باللون الأخضر، هذه حيث بدأنا، لأي قيمة معطاة من x تلك المساحة. أريد شيئا متباين قليلا، هذه المساحة هي x تقسيم 3 بالاعتماد على أي x نختار. إذا كانت x تساوي 1 هذه المساحة هنا هي 1 تقسيم 3، لكن الآن سوف نأخذ التكامل
تحت السطح الداخلي للحصول على الحجم، وكما قلت عندما نأخذ التكامل له إنه اقتران لـ x. إذن لنقم بهذا، وهذا تكامل جيد. إذن ما هي المشتقة العكسية لـ x؟ إنها x تربيع تقسيم 2، لدينا 1 تقسيم 3 هنا، إذن تساوي x تربيع مقسومة على 2 ضرب 3، إذن x تربيع تقسيم 6، ونريد أن نقيمها عند 2 و0. 2 تربيع تقسيم 6 هي 4 تقسيم 6 ناقص 0 تقسيم 6 والتي تساوي 0 يساوي 4 تقسيم 6. ما هي 4 تقسيم 6؟ حسناً، إنه مكافئ لـ2 تقسيم 3، إذن الحجم تحت السطح يساوي 2 تقسيم 3، وإذا شاهدتم التسجيل السابق سوف تقدرون الحقيقة. أننا عندما قمنا بأخذ التكامل، عندما قمنا به بالنسبة لـ x أولاً ثم y، حصلنا على نفس الجواب. في الواقع لقد أنهينا هذا التسجيل بوقت إضافي، إذن للمتعة يمكننا تدوير هذا المنحنى والتأكد من حقيقة أنه يمكننا معرفة الحجم بين هذا السطح XY تربيع ومستوى XY. هذا دقيق جدا. على أي حال سوف أراكم في التسجيل القادم. إلى اللقاء.